الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. الإخوة المقبولون في الجامعات والإخوة الذين يتهيئون للامتحانات النهائية، يعني الشباب السادس العلمي أو السادس الثانوي، كل هؤلاء بدأوا مرحلة جديدة في حياتهم. ليلة البارحة كان عندي لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من الطلبة من مختلف الجامعات في النجف الأشرف في الكوفة المعظم، في مسجد الكوفة. ففي واقع الحال مرحلة جديدة في حياتهم، وجو جديد، وعلى أي حال حسب تعبيرنا برنامج مختلف. كانوا في الثانويات يدرسون باعتبار ثانويات بنين، الآن في جامعات مختلطة، في معاهد مختلطة. هناك تحديات جديدة. فسألني أحد الإخوة سؤال جميل، قال: سيدنا، ما هو الشيء المهم أن أطلبه من الله سبحانه وتعالى؟ شنو اللي أنا أطلبه؟ سؤال صافا جعلني أفكر فيه، أنه ما هو الجواب الصحيح؟ كثير من الناس، الإخوة المتزوجون، الإخوة الذين يريدون أن يتزوجوا، الإخوة اللي في الدراسة، الإخوة اللي عندهم مشاريع تجارية، كل إنسان الآن في حياته يسأل: شنو اللي أطلبه من الله أفضل الأشياء وأهم الأشياء؟ هل أطلب من الله الفلوس؟ هل أطلب من الله المنصب؟ هل أطلب من الله الوظيفة؟ هل أطلب من الله الزوجة؟ هل أطلب من الله البيت؟ هذه كلها مطالب حلوة، مطالب جميلة، ولكن يعلمنا الله أن هناك مطلب أهم من كل هالمطالب هذه، وحاجة أهم من كل هذه الحاجات. ما هي؟ أنا راح أقرأ لكم آية قرآنية في سورة الكهف. هاي الآية القرآنية تبين أن هؤلاء الشباب الفتية، مو شكل أصحاب الكهف، فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، وشلو لا؟ هالفتية الطيبة اللي حوصروا، اللي على حال ضغط عليهم وهم مؤمنون بالله، ما حد يدري بإيمانهم، واكتشفوهم فحاولوا أن يهربوا، شنو اللي طلبوا من الله؟ ذول الشباب اللي طلعوا، راحوا للكهف، اللي طلعوا من مدينتهم، هم كانوا على حال وزراء، بعضهم كانوا في البلاط، شنو اللي طلبوا من الله؟ طلبوا النصر، أن يا رب انصرنا؟ لا، ما طلبوا النصر. طلبوا الفلوس، يا رب اعطينا فلوس، أو اعطينا مثلا على حال امتيازات. لا، طلبوا شيء واحد. اسمعوا الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. ذولا أصحاب الكهف قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. شنو رادوا؟ الرحمة. بس الرحمة؟ لا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شوفوا، أهم شيء اللي طلبوه من الله الرشد. الرشد، شنو الرشد؟ شنو هذا الرشد اللي يطلبونه؟ مو فقط أصحاب الكهف، لا، حتى الجن
اللي قعدوا استمعوا إلى قول رسول الله إلى كلام الله، والجن استرق نفر من الجن، والآية تقول هالشكل، جماعة من الجن استمعوا إلى القرآن يتلوه الرسول، فش قالوا الجن؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لأن قرآن يهدي إلى الرشد، إحنا سلمنا وإحنا آمنا. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله يقول للنبي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليدعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون، شوفوا الرشد، الرشد والرشاد، هذا مطلب مهم جدا. شنو هذا الرشد إخواني؟ ليش الإنسان الصالح، الإنسان المؤمن، الإنسان العاقل، العاقل ليش يطلب من الله الرشد؟ شنو هو الرشد؟ في الواقع أيها الأحبة، الرشد يعني الصلاح، الرشد يعني السير بالاتجاه الصحيح، الرشد يعني الوعي والسداد، أن أسدد، أن أسدد يعني لا أخربط، لا أخربط. هاي خوش تعبير، هذا تعبير عراقي، لا أخربط. الرشد أن أمشي بالطريق الصحيح والاتجاه الصحيح. هذا الرشد يا إخواني إذا الإنسان حصل عليه كل شيء يحصل عليه، صدقوني. وراح أقول لكم شلون. أنا أريد أفتح معمل، أو أنا أريد أتزوج، إذا أتزوج، إذا أكون دقيق في اختياري، وإذا أبحث عنها وأسأل عنها وأحقق عنها وعن أهلها وعن أخوتها وعن وضعها العام، عن أخلاقياتها وعن دينها، فلما أسأل أسئلة جيدة فإني سأرشد إلى الرأي الصحيح، سأرشد، سيكون قراري قرار راشد، قرار عاقل. أما إذا لا، حسب تعبير اتصالات وما أدري إيش وتحشيشات وحشاكم كلام ما أدري إيش، وأنا تعلقت بيها وأريدها، وإذا ما أتزوجها أنتحر، هذا يبين أصلاً مو قرار راشد. واللي ما عنده قرار راشد، واللي ما عنده قرار راشد، تعالوا سألوني شنو يصير فيه. لأن أنا يومية يجوني شباب: سيدنا أنا تعلقت وبعدين كذا وتبينت أن هاي تخوني، سيدنا أنا تزوجت وحدة وخمس سنوات صاير لي وياها وبعدين أنا تزوجتها وتهيني، سيدنا أنا مشاكل ما شاء الله. ليش؟ لأن اختيارك كان اختيارا غير راشد. اختيار غير الراشد، اختيار غير الواعي، هو اللي يضيعك، يخلي حياتك نكد، زوجتك ما أدري شلونها، وفضيحة وقضايا ومشاكل، مشاكل. حتى في اختيار الصديق، الآن أريد أختار صديق، أطلب من الله أن يا رب أرزقني الرشد في اختيار الصديق. إن إذا اختاريت صديق تعبان واختاريت صديق غير لائق، هذا راح يتعبني وياه، راح يشغلني عن درسي، راح يشغلني عن الله، راح يشغلني عن العائلة، راح يشغلني عن والدي، راح يجعلني إنسان صاحب مشاكل، يدخلني في متاهات، ومديني الكوفي شوب وجايبني للنرجيلة ومطلعني مديني مدري وين، في النهاية أضيع. سبب ضياع الشباب بسبب أصدقائهم شنو؟ شنو سبب ضياعهم؟ لأنهم لم يتخذوا ولم يختاروا أصدقائهم على سبيل الرشد، وإنما على سبيل هذه حسب تعبيرنا حالة التفاهة في كثير من الأحيان في اختيار الأصدقاء. فسجلوا هذه النقاط: من رزقها الله الرشد، من رزقه الله الرشد فسيحصل على أمور عديدة. واحدة من عدها أنه يختزل كثير من معاناته، معاناته تقل. ليش؟ لأن قرار راشد،
واللي قراره راشد ما راح يقع في معاناة، والنتائج راح تتعاظم، نتائج كبيرة. والآن نشوفوا أخواني بعض الحركات وبعض الأحزاب وبعض الجماعات لما كانت خطوات وخطوات غير مدروسة وأساليب ومساليب غير صحيحة ما وصلوا إلى النتائج مرجوة. ليش؟ لأن خطوات غير راشدة، والخطوات الغير الراشدة توصلك إلى نتائج شنو؟ فاشلة في كل شيء صافا. والقضية ليست هي مبنية على الكميات، والله أنا أحصل هالقد وأنت تحصل هالقد، لا لا، أنا جيد أقدر أنجح. نجاحي مرهون بماذا؟ مرهون بنسبة العقل، العقل والرشاد والوعي في اتخاذ قراراتي. شوفوا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما الله أرسل موسى قال له روح، راح يجيك في رجل صالح. سامعيها لو لا القصة؟ تبحثوا القصة في سورة الكهف. الله يقول لموسى روح، عندك رحلة بسيطة، هاي الرحلة البسيطة راح يجيك واحد من الصالحين، وهو المؤمن الرجل الصالح اللي في الروايات هو الخضر. الخضر هو الرجل الصالح الذي لا زال على قيد الحياة. هذا الخضر الله أتاه من العلم ما لم يأتي أحدا، عنده أسرار. هذا الخضر عنده أسرار. موسى راح له قال له أقدر أجي وياك حتى أتعلم من عندك أشياء؟ إيش قال له؟ ما قال له حتى تزيد فلوسي. موسى ما قال له أجي وياك وأتعلم من عندك حتى تزيد فلوسي أو تزيد أرصدتي. هاي الأرصدة الآن لطيفة، دول العصابات اللي الآن جاي تشوفوهم، شفادتهم المليارات والتريليونات، شفادتهم الخزي والفضيحة والإهانة والمهانة والسجن، أهلهم مذلولين أمام المجتمع، وين ما يروحون ها هذه زوجة الحرامي، هذه زوجة اللص، وهذه زوجة المختلس، لا أولادهم لا زوجاتهم لا قرايبهم مرتاحين. ليش؟ ليش؟ لأن فكروا في المال بس ما فكروا في الطريق الصحيح لتحصيل المال، ما فكروا. شوف موسى ايش قال إلى الخضر، اسمعوا الآية القرآنية ايش قال له. قال له هل أتبعك أجي وراك، هل أتبعك على أن تعلمني، تعلمني فتشي شنو هو؟ أن تعلمني مما علمت رشدا. أنا أجي وراك وأتبعك حتى بس تعطيني شنو؟ تعطيني السبل الرشد وطريق أن أكون إنسانا سليما صحيحا في تفكيري، سليما في تفكيري، حكيما في قراراتي. واضح؟ الله يهيئ لهذا الأمر. فأيها الأحبة، من هيئ الله له الرشد ومن حصل على الرشد فقد حصل على خير كثير، على خير كثير. صدقوني الناجحون في حياتهم لم يكن نجاحهم إلا أنهم كانوا حكيمين في قراراتهم، كانوا صائبين في خطواتهم. الإنسان اللي ناجح في صداقاته، الآن أكو بعض الناس، سأتكلم عن نفسي أنا، عندي أصدقاء، الآن أنا عندي أصدقاء بعضهم 40 سنة هو صديقي، 40 سنة لا يوم خذلني ولا يوم خذلته، لا يوم على حال أذاني ولا يوم أذيته. ليش؟ لأن لما اختاريته واختارني على وعي، على وعي. أكو ناس 4 أشهر يصاحب صديق بعدين يطعن بظهره، 5 أشهر يصاحب صاحبه ويروح منا ومنانا وبعدين يشوف هذا يخونه. جاني واحد قال لي سيدنا أنا أبكي، قلت على شنو تبكي؟
قال هذا صديقي، سيدنا صديقي، أنا وثقت به، دخلت لبيتنا، بعدين هذا يعتدي على على أختي، شوف صديق يخونه، يعتدي على أخت صديقة، لأن إنسان غير جدير بالثقة، غير جدير بالثقة. ليش؟ لأن اختياري للصديق لم يكن باختيار راشد، اختيار صحيح. صداقاتي 50 سنة و60 سنة والما أدري 40 سنة، اعلموا أن هذه صداقات كانت اختيارات صحيحة. حياة الزوجين، تشوفوا بعض الناس حياتهم الزوجية مرتاحين، يعشقون بعضهم بعضا. اي والله، أنا واحد الأسبوع الماضي يا سيدنا أنا أعشق زوجتي وهي تعشقني، وهم كبار طبعا وعندهم أولاد وأحفاد. قلت له شنو السر؟ وهي تجارب إخواني، شنو السر؟ قال سيدنا لأن أنا يوم اللي اختاريتها على بينة، على بينة، مو على حب وسوالف تعبان، على بينة، وهي قبلت بي على بينة. فأيها الأحب، اختيار الصداقات، اختيار الأعمال، مشاريع، مشاريع تدخل فيها، السفر، تروح إلى سفر. أنا شافني واحد في مطار النجف قال لي سيدنا ادعوا لي، صور وياي صور وقال لي ادعوا لي. قلت له إن شاء الله على خير توصل بالسلام. قال لا، أنا رايح إلى لجوء. قلت له وين؟ قال ما أدري. قلت له مفكر في الموضوع ابني، فكر بالنتائج مفكر. قال والله ما أدري سيدنا، بس دعائك. أنا دعيت له الله يوفقه يهيئ من أمر الرشد. الرشد يا إخواني أن يكون إنسان راشد ويكون قراره صحيح وصائب. كان هو زوجته وتأذيت لهم، قلت له وين رايح للمجهول، ما معلوم وين. هاي مجازفات يا شباب، العلاقات الغير المدروسة مجازفة، الأعمال الغير المدروسة مجازفة، السفر الغير المدروس مجازفة، دخول أماكن غير معلومة مجازفة. أنت قد تدخل وجماعات إلى محافل وإلى مجالس وإلى أحزاب وإلى حركات وإلى كذا وأنت ما تعرفهم حقيقتهم، مجازفة. شباب الآن تركوا الدين، ليش؟ لأن اختلطوا يا شباب وبعدين جروهم إلى القضايا الغير الأخلاقية، وأخذوا عليهم وثائق، أخذوا عليهم مستمسكات، وقعوا في الفخ ونادمون، ولكن لا يستطيعون أن يتخلصوا. مجازفة، مجازفة. الشباب كانوا مؤمنين، كانوا من الشيعة الموالين، صاروا في جماعة، هاي جماعة جرتهم 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 وزرقتهم بعض الأفكار. الآن ذول الشباب المؤمنين صاروا ضد التشيع، ضد أمير المؤمنين. شلون صار ضد أمير المؤمنين؟ شلون؟ لأن دخل في جماعة، هاي الجماعة عندها أجندة، عندها أهداف، وسحبتهم إلى الطريق الغلط، فيقفوا أمام ولاية أمير المؤمنين وأئمة الأطهار. شلون؟ لأن كان دخولهم دخول غير راشد. اللهم هيئ من أمرنا رشدا. القرآن الكريم يدعو الإنسان دائما أن يدعو هذا الدعاء ويكرر هذا الدعاء، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، دائما قولوها، يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا سبل الرشاد، سبل النجاح، سبل الاستقامة. هذا أمر طيب أيها الأحبة، أحوج ما نحتاج إليه في الجامعات. الشباب اللي الآن شرعت الدراسة، ادعو الله أن يهيئ لك الأمر الراشد في دراستك، في محاضراتك، في توجهاتك، في علاقاتك، وهكذا جميع الأخوة الأخوات الكريمات. الاتصال والتواصل على الإنترنت، ديروا بالكم، ديروا بالكم جدا. كثير من الناس يجي يقول سيدة زوجتي سقطت في شبكات وفي جروبات في الواقع فاسدة وطلعت عن الطريق. فديروا بالكم
وادعو الله أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا وأمركم رشدا إن شاء الله تعالى. نعم، أكو اتصال، تفضلوا. نعم، أم رقية تفضلي. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيد؟ حياكم الله أختي، تفضلوا. سيد، أنا بنتي تمرضت عمرها 7 سنوات. بلي. حاليا عمرها 10. شقد؟ وما تقدر تصل لي. عمرها 10؟ اي حاليا عمرها 10. بلي. برمضان الفات، برمضان الفات فقط صيام، بس ما قدرت تصوم. حاولت وصلامة. صلاة ما تقدر تصلي. ليش صلاة ما تقدر تصلي؟ وهي مريضة سيد. مريضة يعني شنو؟ ما تقدر توقف تقرأ العبارات، تقرأ الآيات، ما تقدر؟ لا تقدر تقرأ، بس هي مريضة يعني ما تقدر، يعني تمشي وتتحرك، بس السجود والركوع القعدة هي على رجليها صعبة. أختي الكريمة، إذا كانت عندها مشكلة في المفاصل، في العظام، هذه لها حل. إذا عندها مشكلة في النطق لها حل. إذا كان عندها مشكلة في في التلقي والفهم لها حل. يعني كل قضية تقوليها في قضية الصلاة لها حل. يعني لها حل أن صلاتها تكون بهالطريقة، بالنسبة لها تكون هالطريقة. أما أن تترك الصلاة وتقولين أنه ما تقدر، هذا مو عذر يعني، والله لأنها مريضة ما تصلي. حتى سيد بس مرة خصتك. نعم، هي مصابه بمرض اسم الله عليكم سرطان. الله يعطيها العافيه. وهاي الفتره من عمرها 7 سنوات لحد الان هي علاج. الله تاخذ علاج كيماوي بالمركز وبالبيت. بلي. احيانا تتخربط كلش، ما تقدر تتحرك. لا اله الا. واحيانا يا دوب تسحل روحها شويه. زين، بس هي يعني هسه حاليا زينه الحمد لله والشكر. بلي. بس هي من نوع اللي تعصب، فمن أجلها ماما أنا تابعة برنامجك على طول، وبرمضان وبناتي وياي يسمعون. بلي. يعني الحمد لله والشكر أنا أعلمهم من الصغر صلاة وصيام وحجاب، بس هاي البنية يعني 7 سنوات بداية 7 انصابت. بلي. فلما أجلها أنا ماما بهاي الطريقة صلي على كرسي، وشي تنهار وتبكي وكلش تعصب، تقول لي ماما أنا إلى أن أطيب ويتم شفائي وأبدي أصلي وأقضي. زين، ما اقدر اني اصلي على كرسي يعني هي مرقية. من العلاج تعصب. ام رقيه بلي. اولا الله يعطيك الصبر، الله يعطيك الحمد لله والتحمل، وانا ان شاء الله راح اتكلم ويا هاي البنوته الحبابه، راح اتكلم معاها كلام مباشر إلها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله هي تسمعني. خل تسمعني ومحتاج رايك سيد. بلي، تفضلوا. الله يعطيه العافيه. شوفي بابا رقي، ما أدري اسمها الحبابة هذه ما أعرف، بس شوفي بابا، الله سبحانه وتعالى من يبتلي الإنسان ما معلوم هذا الابتلاء هو في ضرره، ما معلوم، إحنا ما ندري. أكو أشخاص ينصابون إصابات معينة بعدين راح يفتهمون أنه هاي الإصابة كانت بمصلحته، لو كان ما مصاب كان يقع في أمر آخر. أن أنت الآن سنك كلش صغير، أنت 10 سنوات، قد القضايا ما تستوعبيها جيد، بس أعرفي يا بابا، أعرفي حبيبتي، أنه الأمر بيد الله. الله هو المعافي، الله هو المشافي، الله هو المحب، الله هو الرحيم، الله هو الودود، الله كل شيء. بس إحنا لازم شو نصير؟ لازم نصير حامدين شاكرين، حامدين شاكرين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فأنت لما تصلين والله يشوف من عندك التحمل، يشوف من عندك الصبر، يشوف من عندك الأريحية، توقفين تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لما يسمعها من عندك قطعا رب العالمين راح يختار لك الصالح، قطعا رب العالمين راح يختار لك الصالح. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر العظيم وبحق أيام ميلاد سيدتنا وملاتنا زينب الكبرى بعد أيام ميلادها، إلهي شافي هاي البنت طيبة الحبابة، وأبعد عنها الشيطان، أبعد عنها الضجر، هي ضايجة، هي متأذية، هي متكئبة، ولكن إحنا شنقول؟ ها
نقول الآية القرآنية ألا بذكر الله أحسنت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما اذكري الله، الله راح يطمئنك أنه الصح هو هذا. وإلا شفتي أنت بنات الحسين صلى الله عليه شكيد عانن إيش قالن؟ قال الحمد لله، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، مع أنه مصيبة أبوهن انقتل، عمهن انقتل، أخوهن انقتل. بس هي هذه الحياة، حياة ابتلاء، حياة ابتلاء. نعم أدري قلبك صغير، أدري أنه عقلك بعده على حال في طور النشوء، بس أنت إنسانة مؤمنة، عندك أمي ما شاء الله مؤمنة صبورة. الله يوفقك بابا، وصلي ولو من قاعدة، أنت وقاعدة صلي وأنت على حال متبطحة، ما في مشكلة باللي تقدرين عليه، حتى رب العالمين يشوفك على أنه شقد أنت إنسانة مخلصة إله، وشقد أنت إنسانة مؤمنة به. راح رب العالمين يفتح عليك أبواب الرحمة، لو بالشفاء لو بتعجيل الفرج لك إن شاء الله تعالى. نعم أم علي تفضلي. أم علي السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بس أختي قبل يعني سنتين مدرسين تقريبا ناطعة أختيش إيش؟ عفوا صوتكم يا أم علي، صوتكم أختيش ماذا؟ أم علي صوتكم ناطعة عهد لله سبحانه وتعالى. صوته غير واضح يا علي، أخ علي صوته غير واضح، صوته غير واضح أم علي صوتك. نعم أبو محمد تفضل. يا الله السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ بارك الله فيك سيدنا. لا لا اترك التلفزيون أبو محمد، اترك التلفزيون جاي يصير تكرار للصوت، ابتعد عن التلفزيون حتى ارتاح وياك. يلا حبيبي يلا 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 قوم قوم اطلع عن التلفزيون. تفضل سيدة. اجاني رجل خطب بنتي. شلون؟ خطب بنتي. خطب ابنتي. ايه ايه. اذا انسان جاء من ترورة دي له وخلقه تزوجه. ايه رجل قارئ قرآن. بلي. يصعد منبر. بلي. ايه اول بداية بدأ يأخرها أكثر من شهر يلا يجيها. بلي. ثاني بداية يا بلي ليش تجي تقريب 6 شهور وياخذها نفس اليوم. نعم؟ نفس اليوم ياخذها. شنو يعني نفس اليوم؟ يعني تجي ب 11 الظهر ياخذها ب 11 بالليل. يعني الآن متزوجين لو بس خطوبة؟ متزوجين سيدنا، متزوجين. متزوجين وقاعدين ببيت معين لو لا بعد يعدك؟ عده بعد عده. شنو هو يمه؟ شنو 6 شهور؟ لا صار 6 شهور متزوج اقول لك. 6 اشهر متزوج. بلي. اي 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 متزوجها 6 شهور. زين. بعدين افتهمت انه ما يرضى تفات عندنا. ما شنو؟ ما تفات عندنا. ما تقول انا شرطي ما من تجي ما تفات. ان لا تبيت عندهم. اي. اي. النوبه هذا الرجل يعني ما ينطيها اي مجال، اي كلمه ما يعطيها، لا يقبل احنا ناخذها للزياره ولا هو ياخذها للزياره. واخر جايه لمده شهرين. مده شهرين يلا جات. ولدت شهرين بيته وما جاب، ما جابها لاهلها؟ ما جابها لنا. اي يعني الا بالتواصيل وبالقوه قوه الله جابها. هو رجل يقرا قران يصعد المنبر. تقول ولدت ابو محمد ولدت؟ لا لا ما عندها هي، ما عندها خطيه، ما عندها. شو متزوجه بعد؟ شلون ولدت؟ ما والده يا سيدنا. بالقوه بالقوه يجيبها لاهلها. حبيبي قل لي حكايتك شنو؟ سؤالك شنو؟ هواي لا تروح بالمقدمات، شنو سؤالك بالضبط؟ سؤالي يلا تفضل. ايه سؤالي هذا؟ يعني هذا صحيح في الشريع لو من حقه يسويه؟ هل صحيح فعله هذا وسلوكه لو لا؟ حياك الله ابو محمد، شكرا شكرا حياك الله. سمعت الاخ ابو محمد الله يحفظه. نعم ام علي اكو اتصال اخر؟ نعم تفضل ام علي تفضل.
أم علي تفضلي. ألو السلام عليكم سيدنا. إيه صوتكم شوي عالي. عليكم السلام حتى أفهم. تفضلي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سيدنا والدي متوفي قبل سنتين ووالدتي تسوي له ثوابات يعني بالبيت وإحنا ناكله. يعني شنو حكمها هاي؟ الثوابات تاكلوها من شنو؟ من فلوس والدك وفلوس والدتك شنو؟ لا من يعني فلوس مال اخويا يعني واحنا يعني مستعينين على اخويا. واضح واضح. اي فهو يعني قلت لك قبل سنتين متوفر ومسوي ثوابات بالتنويع يعني بثوابات. واضح ام علي حياك الله حياك الله. ابو محمد سمعت قضيته. ابو محمد مشكلته شي يقول اجى واحد خطب بنتي وهو قاري قران ويصعد منبر وخوش رجال وايش، ولكن تعامله مع بنتي تعامل شويه مو مناسب، يعني ما يعطيها مجال، ما يخليها تجي تبات عند اهلها، يمنعها ما ادري من الزيارات وهالقضايا بعد تعرفون. فهذا الله يقبل بي الله كذا. شوف يا أخ أبو محمد، أنا ما أقدر أقول لك هذا مو خوش أو خوش، ما أقدر. ليش؟ لأن أنا ما سمعته هو، يعني لازم هو يجي يقول سيدنا هذه واحدة اثنين ثلاثة أربعة، فلازم أسمع إيش يقول هو. بعض الناس يمنع زوجته أن تروح إلى بيت قرايبها لأنه بيت قرايبها مصدر للمشاكل مثلا، فلذلك يقول يا لا ترحين، أنت من ترحين ترجعين تسوي لنا مشاكل. فبعض الأحيان أكو ظروف معينة أنا ما أقدر أفهمها من خلال كلامك. أنت تريد بنتك تجي تبات يومكم، بنتك تجي مثلا تروح للزيارات، هذا قد يقولها تروح للزيارات، قد هي مثلا تتعلم بعض القضايا أو أنه حجابها، ما أعرف. أنا لا أريد أن أفسر إجراءاته، ولكن أقول لابد الإنسان أن يعاشر أهله معاشرة حسنة وحسن العشرة وحسن العشرة وحسن المعاملة. هذه من أركان الإسلام في بناء الأسرة. والتعسف والظلم والكبت والقهر هذه قضايا سيؤاخذ عليها الإنسان في حياته. ولكن يا أبو محمد كل واحد ظروفه بينه وبين الله. أنا ما أقدر أحتم عليك. أنا الآن شخصيا الآن أنا عندي مثلا قضية أنه فلان واحد لا تروحوا له. ليش؟ لأن هذا مولانا محضر شر، محضر شر. يعني بس يروحون جماعة إلى يطلعون مشحونين ضد جماعة أخرى، فهذا واحد يقاطعه لأنه محضر شر بكل معنى الكلمة. أكو ناس محضر خير، أكو عوائل تتدخل بشؤون بناتها، هذه يقول سيدنا يتدخلهم، تتدخل أمها تتدخل أختها وتسبب لي مشاكل، أو تروح تشوف أهلها عندهم فلان شيء وتطلبه من عندي وأنا ما أقدر أهيئه. فكل واحد عندنا ظرفه يا حبيبي، لا أستطيع أن أقول فعله جيد ولا أستطيع أن أقول فعله غلط، لابد أن نفهم الطرفين ما هي على حال حقيقة الأمر اللي هم فيها. ولكن عموما حسن العشرة والأخلاق الطيبة وحسن المعاشرة من أوامر الشارع وتوصيات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يجوز لأحد أن يكون متعسفا وظالما لأهله. نعم أبو عباس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. مولاي عندي سؤال. تفضلوا. مولاي أيام الشباب. نعم. وقالوا يا جماعة مدينا دينا على مال حج حنطة وشعير مال مال. بلي. إن هيك غليلات إذا خلص زنت منعرف فلو ياي إذا ما يش يدفعونهن يرجعونهن أرجحهن كل نعمي لو بس مثل حظي اللي أنا خذتها. هاي الأموال اللي مديتوا إيدكم عليها يا أخ أبو عباس هي للناس أو للدولة؟ لا للناس. للناس يعني من مال الآخرين، من مال الناس. نعم نعم. هو إيش حنطة وشعير إيش مو فلوس حتى لو حب، حتى لو حبة يعني. لا نعم. لا تستهزئون بمال الناس حتى لو حبة. أكو جماعة عرف مولاي أسمعك. مو جماعة أكو عرفهم وما أريد شو من أقولهم خاف يصير بها حراجات مثل يعني أنطيهن مثل الذي توجهني الفقير كذا هيك.
أنا راح أقول لك شو تسوي الآن، راح أقول لك، بس أنت تقول الآن شلون أبري ذمتي، هذا سؤالك، كيف أبرئ ذمتي؟ هذا سؤال واحد من بعد من التلفزيون. حياك الله. يلا أنا أستوي. حياك الله حبيبي. جبار تفضل. حياك الله جبار. صوتك مو واضح واكو شوشره يمك، شوشره يعني. انقطع اتصال جبار، نعم، اعطيني اتصال اخر اذا ما اكو حتى اجاوب. لا لا خلي اجاوب الاخوه. الاخت ام علي تقول والدي متوفي منذ سنتين ووالدتي تعمل ثوابات باسم الوالد، يعني تاخذ فلوس من اخوي تقول اسوي ثواب لوالدك وتجي تشتري واحنا ناكل، تشتري واحنا ناكل، فناكل بثواب والدي. فهذا بإشكال؟ الجواب لا، لا اشكال في ذلك، يعني الثوابات مو الا واحد ينطيها للاخرين، انا ابني ياكل بثواب والدي هذا محسوب ثواب، انا ابني ياكل بثواب والدتي محسوب ثواب. فعلى اي حال تصرفون الأشياء على أنفسكم بنية أنه صدقة أو عفوا بنية أنه ثواب وخيرات عن الموتى أو عن الآخرين، هذا على حال مسجل ويصل الثواب إليهم إن شاء الله تعالى. أبو عباس يقول أيام الشباب مدينا إيدنا على مال الناس، شعير حنطة وكذا وأخذناهن، والآن متندم شنو اللي أسوي؟ إذا أروح أنطيهم إياه يقول هذا شنو؟ ها وفلان ابنه سارق، هو سارق وتعالوا، وفضيحة وقوامة. تعرفون يعني للأسف بعض الناس صدرهم مو واسع، لما أشوف واحد يعتذر لي، واحد يقول لي يابا أنا كنت خطأان، بدل ما أقول له أحسنت الله يتقبل التوبة إن شاء الله، أروح أفضحه وأسوي قوامة عشائرية، وهذا من التخلف، التخلف الكبير اللي نعيشه، وهذا اللي أنا تكلمت عنه في بداية الحلقة، أنه نحن غير راشدين، وليست تصرفاتنا تصرفات فيها رشاد ورشد، والله يهدينا ويعلمنا على حال الرشد والحكمة في تصرفاتنا. الأخ أبو عباس يقول أنا شنو أسوي سيد؟ الجواب قدر هاي الأشياء اللي أخذتها وسرقتها، قدرها. أنا أخذت مثلا كيسين حنطة أو 5 كياس شعير، أقدرها 20,000 50,000 100,000 شقيد، هذه أوصلها لأهلها حتى لو ما يعرفوني. يعني شلون؟ أشوف لي واحد أقول أبوي هذا المحل أشوفه، روح حطيه إياه، أقول له واحد وصلها إليك قالها إليك خلص. أو باب بيت، هذا باب البيت روح دقه قول لهم يابا هاي واحد شافني بالشارع وانطاني إياها، هاي إلكم. أوصل مالهم إليهم وإن لم يعرفوا من أين جاء، وإن لم يعرفوك، واضح؟ وهي قضية في الواقع يمكن إنسان أن يبرئ ذمته بإيصال حق الناس إليهم بدون إحراج وبدون فضيحة وبدون مشاكل اجتماعية. نعم عندي متصل. نعم تفضل. نعم حسن تفضل يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ بارك الله فيك. شلونك زين؟ تفضل حبيبي أنا كلش زين، تفضل. مولاي في السؤال. إيه. أنا قسمت كلام الله. شنو؟ قسمت. أقسمت عدة مرات، إيه. قسمت أنا بالشغل عمالي أتلارع. إيه. وصاير أعرف عشاري. أنا تمرضيت وعد طفل تعور قبل صار شلل عندي. أقول بعدين شنو صار لما قسمت؟ راحوا شنو؟ راحوا حكموا على ذاك برأوا ذاك عنده مشكلة؟ طلع مولاي، طلع من السجن.
زين. طلع. ايه واضح واضح سؤالك واضح، حياك الله يا حسن. جوابي الحسن، جوابي الحسن، شوف حبيبي انت اسمك حسن فلا بد يكون فعلك حسن، وفعلك ما كان حسن، فعلك كان قبيح. والقبح وين؟ انك كذبت، قالوا لك يا بفلان كان يمك يشتغل، كان يمك تلاقيه والقرآن كان يمي، هو ما كان يمك، هو كان مسوي له مكسورة، هو كان مسوي مكسورة. شلون انت تقسم بالقرآن انه يمك كان؟ هذا كذب. فاستغفر الله، استغفر الله، هذا واحد. واذا من خلال قسمك، اذا من خلال قسمك الاخرين تضرروا، اكو اخرين تضرروا، لازم انت تبر ذمتك وياهم، لان انت كنت سبب لضررهم. مثلا اجيب مثال، اجيب مثال، واحد راح سرق من واحد، راح سرق من عنده 100,000 دينار، بعدين راح اشتكى عليه وقال له ها ليش سرقت من فلان؟ قال انا ما سرقت، انا كنت ويا السيد، وانا جيت اقسمت، قلت اي والله كان وياي، لما اقسم كان وياي، راح القاضي يحكم انه هذا كان ويا السيد ما سرقه، فذاك فلوسه راحت، لما تروح فلوسه انا اضمنها، انا اضمنها، لان انا بسببي، بيميني، بسببي انا ضريت الاخرين، فلازم ابر ذمتي. شلون ابر ذمتي؟ بعد هاي لازم واحد يقعد يفكر شلون يبر ذمته. ايها الناس اتقوا الله، ايها الناس اتقوا الله في ايمانكم، يعني في قسمكم، اتقوا الله في قولكم، في فعلكم، في ترككم. فحاول يا حبيبي يا حسن أن تجبر هذا الكسر اللي صار بالاستغفار والتوبة إلى الله، وإذا كان أحد تضرر ابرأ ذمتك منهم. نعم جبار تفضل. جبار إذا ماكو زحمة ابتعد عن التلفزيون حتى أسمع صوتك بشكل جيد، أنت مرة ثانية تتصل، تفضل. جاي اسمع التلفزيون يا أخ جبار، ابتعد عن التلفزيون رجاء رجاء رجاء، وقتها ما عندنا، تفضل. إذا متصل آخر انطيني. أبو نبأ يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. اللهم يحفظكم سيدنا. تفضل. احنا في فلسفة الصلاة باعتبار ان يكون احضار القلب والكلمة الزائدة او الشيء الزائد عن الصلاة مبطل للصلاة. احيانا نشو بالصلاة سيدنا. شنو؟ يعني من اشو بالصلاة واقرأ سورة الفاتحة كاملا بس مو باحضار قلب، يعني مجرد لقلقة لسان، وبعدين انتبه رفوع أو من أجيب الصورة اللي وراء الفاتحة، تبقيت أنه الفاتحة أنا ما أحضرت قلبي بها، مجرد قريتها. هسه هاي عم مشكال بها في فسؤالك شنو؟ سؤالك شنو؟ أنه حضور القلب وعدم نعم. حضور القلب في الصلاة يضر بالصلاة أو لا يضر بالصلاة؟ أحسنتم. مشكور. الأخ أبو نبأ يقول أنا أصلي بس ما ملتفت شقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، بس ما أدري إياك نعبد وإياك نستعين شنو؟ اهدنا الصراط المستقيم شنو معناته؟ ليش لقلقة لسان وحافظها وأقراها؟ هذه أثر في صحة صلاتي؟ الجواب لا، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. نعم لم تكن صلاة شنو ذات، حسب تعبيرنا، ذات خشوع أو ذات طمأنينة أو ذات على حال تفكر. الإنسان اللي يتفكر بصلاته ويطمئن فيها ويتأمل فيها ويخشع فيها أكثر قربا إلى الله، أكثر فائدة واستفادة. أما صلاتك باطلة، لا مو صلاتك باطلة، بس حاول أن شنو؟ أن تخشع، حاول أن تتأنى بكلماتك والآيات اللي تقولها، وحاول أن تكون صلاتك مفيدة، لا فقط أداء واجب وعمل إسقاط واجب عن نفسك. واضح حبيبي؟ نعم. أبو عباس تفضل. سيدي السؤال عفوا.
على مد ابو عباس صوتك غير واضح، انت اللي اتصلت عليه الان في قضيه الحنطه والشعير؟ بس عندي شنو وياي سيدي وياي شركات. نعم وياك شركات. وياي شركات واضح، يعني انتم كنتوا مجموعه ورحتوا اخذتوا هالاموال هذه. اي زين اذا هذول راح بدي اشوفهم اذا ما يدفعون وياي ادفع. العفو سيد بس شوي اذا ما يدفعون وياي هم يعني ادفع كلهم لو بس مالاتي حصتي. واضح واضح واضح. حياك الله ابو عباس. ابو عباس جدد اتصاله ويقول انه انا اللي شلت هاي الحنطه والشعير، احنا ضمن عصابه يعني ضمن جماعه، هاي الجماعه بعضهم قد الله ما هاديهم يعني بعده مو مهم عنده ان يرضي الناس او لا يرضي الناس، وبعضهم شنو على حال يريد يرضي الناس. انا شو اسوي؟ اقول له اقرا له الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اللي ضل واللي تاه واللي انحرف هذا ما يضرك، أنت اهتدي، إذا اهتديت أنت مو مهم الآخرين. اتقيم مالاتك إيش قد أخذت، قيم حصتك اللي أخذتها إيش قد، روح أديها، والآخر مو مهم هو وربه. واضح حبيبي أبو عباس؟ نعم. متصل آخر أو بصمة عندي؟ متصل تفضل. أم آية تفضل يا أم آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد وياك خالة. أم محمد أنا مأجرة حانوت من الدولة ب 850 ألف كل شهر، حانوت مالت مدارس خالة. أي فتاخذ من عندي المديرة همينة 150 ألف كل شهرية تاخذ من عندي. ليش تاخذ هاي تقول حق المدرسة حسب الاتفاق ويا التربية، حسب الاتفاق ويا التربية لازم تعطين للمدرسة لو لا ماكو شكل شيء. لا هاي تقول جو العبا هذا ماكو تطردني من الحانوت. ها جو العباية إذا مو مال المدرسة هاي إلها الجيب. تقول هذا حق المدرسة، المدرسة تريد يعني شغلات يردون هيجي هاي. أنت راضية أم محمد، أنت راضية بهاي القضية؟ راضية تعطينا 50 ألف لو قلت شو أسوي؟ لا حول ولا قوة أنا السيد. إذا ما أنطيها أطلع من الحانوت. واضح واضح أم محمد واضح. الأخت آية تفضل يا آية. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد إذا الأخوات اثنين تزوج وحدة الأبو وحدة الإبن، الأطفال اللي يصيرون هم بيهم إشكال؟ أخوات اثنين يتزوجن أب وإبن. الأبو أب وإبن. فأولادهم شنو؟ بيهم إشكال؟ واضح حياك الله واضح زين. خلي أجاوب أخت أم محمد. أم محمد عندها حانوت مسكينة الله وتترزق الله، ولكن مديرة المدرسة جشعة، مديرة المدرسة الراتب اللي عندها والكذا عندها ما يكفيها، حاطة عينها على وين؟ على هاي أم محمد المسكينة تقول لها 50 ألف شهرية تطيني وتحت العباها، يعني مو قانوني ولا نظامي، إنما تحت العبا وأنا أصرف على المدرسة. شنو أنت صار يعني صار حريصة على المدرسة أكثر من شنو القانون؟ شلون أنت إذا قانونية القضية خلي تكون واضحة وانطيني وصولات، إذا مو قانونية هذا إن من ماخذتها أنت. فالمديرة معتدية، المديرة فاسدة وخائنة ولو 50 ألف. سواحد يقول سيدنا فاسدة وفاسدة، هي 50 ألف نعم، الفساد ولو 1000 دينار، الفساد ولو 1000 دينار. فلا تقل المفسدة ولا تزول المفسدة بقلة المال وكثرة المال، الفساد وفساد. فأقول للمحمد أم محمد إذا ما ترضين قلبك ما يرضى فهذا حرام وسحت يبقى في ذمتها، وأنا أوصيش لا ترضين عنها
حتى يبقى شنو؟ حتى يبقى يوم القيامة توقفيها وتحاسبيها. ولكن أنت تقول أن جاء أدفعي، أنت مضطرة أن تدفعين، مأخوذ بالغصب، مأخوذ بالإكراه، وتضغط عليك إذا ما تنطيني أنا أغلق الحانوت، وأنت على باب الله. فماكو إشكال تنطيها، ولكن قلبك لا يكون راضي. ليش لا يكون راضي؟ حتى حديث النبي ينطبق عليها. النبي شو يقول؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. إذا أنت قلبك ما طيب ونفسك ما راضية، هذا راح يكون حرام وسحت تتجرع وتحاسب عليه يوم القيامة. زين، آية تسأل سؤال، هذه صايرة طبعا، أنا عائلتنا صايرة أنه خوات اثنين يأخذوهم ابنه، أنا عمي الله يرحمه تزوج بعد ما توفت زوجته الكبيرة، توفت تزوج وحدة، وابنه تزوج أخت زوجته. فالآن على حال أولادهم، طبيعة أولادهم راح يصيرون أولاد عمه وأولاد خاله وأولاد كذا، يعني يصير حسب تعبيرنا عدة عناوين، لو تكتبوها على الورقة لا إشكال في ذلك. أولادهم شرعيين، وإن كان هذا هو جدة، لأن أبو هو جدة، ولكن زوج خالته، جدة وزوج خالته، وهذا بالنسبة إليه هو في الواقع أخوه، لأنه ابن أبوه وأخوه، ولكن شنو؟ زوج خالته، وهكذا يصير، ولكن لا إشكال في ذلك. نعم، خلاص الوقت إخواني الأعزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خير. أنا بس رتبين قضية هواي مهمة. شوف إخواني، الشباب ما يوصلون للحوزة والمرجعية، والمرجعية والحوزة ما تقدر توصل للناس تدق بابهم واحد واحد. فأكو فرد شنو؟ أكو فرد التزامات، ذولا في التزاماتهم والشباب في التزاماتهم. فشون نوصل أمر الدين للناس؟ شون نخلي الناس يعرفون أمور دينهم وعقائدهم وأخلاقياتهم وأفكارهم وتكاليفهم الشرعية؟ شلون؟ فحاولنا أن نصنع لكم، نعمل لكم تطبيق، هذا اللي قبل البرنامج الأخوة في قناة الأيام الله يحفظهم يبثوه، هذا التطبيق المجيب، نحاول أن نكون معكم أينما تكون، وينما أنت موجود بيدك تطبيق المجيب وتفتحها تسأل أي مسألة شرعية نجاوبك عليها، أي قضية تشوفها موجودة وتبحث عنها، أي شبهة. شوف واحد يقول يا بفلان شيء حرام لو حلال، أنت رأسا تدخل هذا التطبيق، محمله بالجهاز، رأسا تدخل تبحث أنه مثلا سمك السردين شنو، سمك الجري يجوز له لا، ما أدري أكل فلان قضية صحيحة لو لا، فلان عم، وتبدأ فلان فكرة صحيحة لو لا، راح يطوك إياها بسرعة. فهذه في الواقع نعمة رب العالمين أنطانا إياها، أن نكون معكم في جيوبكم، في على حال في وحدتكم وفي اجتماعكم، وين ما تكونون احنا نكون معاكم في مسائلكم الشرعية، في أسئلتكم العقائدية، في قضاياكم المهدوية، في الشبهات اللي تصدر، في أفكار الإلحاد، في قضايا كذا، كلها إن شاء الله واجب علينا جميعا حتى نتفهم أمر الدين، حتى نتفهم أمر الدين، أن نهيئ لأنفسنا هذا التطبيق في أجهزتنا حتى نتقرب إلى الله أكثر وأكثر بالمعرفة والرشد اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور إمام زماننا، ويرحم شهداءنا، ويعافي جرحانا، ولا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.